نفكر بس حضراتكم بسؤال لحلقتنا الطبيعي يعني أنت النهاردة هتلعب ماتش بكرة مهم جداً أمام جزر القمر صحيح أنت تأهلت لكن أنت متعادل في عدد النقاط أنت وجزر القمر متوقع النتيجة كان يعني إيه النتيجة اللي أنت متوقعها النهاردة من خلال ماتش بكرة هنفتح السؤال ده أمام حضراتكم على مواقع الاتصال الاجتماعي علشان تقولوا لنا النتائج المتوقعه. إن شاء الله كل التوفيق وزي ما متعودين دايما إجاباتكم أو يعني مقترحاتكم كمان بتكون معانا من خلال البرنامج ومن خلال الحلقه هنعرف من حضراتكم توقعاتكم لنتيجة مباراة مصر إن شاء الله بكره مع جزر القمر إن شاء الله كل النتائج إن شاء الله تكون إيجابيه وده اللي نتمناه إن شاء الله إن فوز منتخب مصر فوز يليق بإسم مصر وكمان اداء على مستوى كمان يسعد كل الجماهير المصريه